ويا مدير الكرة بنادي اتحاد كابتن محمد ابراهيم. تحياتي اكيد ليك يا كابتن، تحياتي ليك. ازيك؟ وحشني والله. حبيبي يا كابتن، وحشني كتير. الله يخليك. مبروك مباراه اليوم طبعا، مبروك، الف الف مبروك. الله يخليك، الله يخليك كابتن فاروق. الله يعني يخليك. في الكباتن طبعا كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش بيسلموا عليكم. حبيبي يا همام محمد طبعا، اخواتي الكبار وحبايبي طبعا. يا كابتن ماهر، هذا كابتن محمد. كابتن محمد، مباراه اليوم والفوز يعني اكيد بياكدوا على المباراه السابقه، يمكن كانت مباراه امام الاسماعيلي وفريق قوي، فريق كان في الوقت ده متصدر بطوله الدوري، ده استكمالا لمجهوداتكم في الفتره اللي فاتت مع طبعا الحاج محمد مصلحي طبعا رئيس نادي الاتحاد حاليا. واكيد انتوا عندكم هدف في الفتره القادمه، وخصوصا نادي الاتحاد ده سيد البلد، انت عارف طبعا كابتن ان احنا لعبنا هناك وعارفين يعني ايه نادي الاتحاد. اكيد طبعا يا فاروق، اكيد طبعا. صحيح طبعا، يعني زي ما انت بتقول يا محمد، ان فعلا الاداء في ماتش الاسماعيلي، يعني احنا كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا ناخد 3 نقاط، كان اداء كويس، واحنا اللي كنا متسيدين المباراه وضيعنا اكتر من فرصه، والناس حتى طلعت بعد المباراه بتقول لي مبروك، قلت لهم لا هارد لك، يعني احنا كنا افضل من الاسماعيلي وكنا اقرب للفوز من الاسماعيلي. دي كانت البدايه بمشاركه ال5 لعيبه من العناصر الجديده اللي دعمنا بيها في يناير. الحمد لله التكمله النهارده دعمنا ب5 و2 كانوا موجودين على دكه البدله، كان بس بره واحد اللي هو كريم الديب لسه مش جاهز شويه، ولكن يمكن الحمد لله دعمنا ب8 لعيبه مميزين، اعتقد الناس كلها قالت ان هم مميزين. بنأمل في ربنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ان النتائج تتحسن عن الدور الاول، وان شاء الله يعني بدايه كويسه في الدور الثاني. احنا بنلعب الاسماعيلي في الملعب بناخد بونت، بنلعب النصر في ملعبنا بناخد 3 نقاط، دي حاجه مهمه في المسيره اللي المفروض ان شاء الله تعمل استقرار فني واداري ومادي وكل حاجه ان شاء الله. دعم مجلس اداره كابتن في الفتره دي، يمكن اكيد في صعوبات موجوده، ودائما يمكن نادي الاتحاد دايما بيبقى فريق مميز، ولكن الصعوبات الاداريه هي اللي بتبقى دايما بتعوق نادي الاتحاد في ظل وجودك كمان كمدير للكره. المجهودات اللي بتتعمل بالنسبه لان انت بتريح لعيبه، بتريح الجهاز الفني في جزئيه الجزء الاداري بشكل كبير يا كابتن محمد. بص يا كابتن فاروق، يعني هي يمكن كان عندنا مشاكل إدارية كتير في الفترة السابقة، ومشاكل بيتبعها مشاكل فنية جوه الملعب. يعني لك أن تتخيل إن فرقة بدأت الموسم، من بداية الموسم يمكن الكابتن ماهر موجود مع حضرتك والكابتن حشيش موجود مع حضرتك، بتلعب باتنين ستوبر بس، 2 مساكين بس يا كابتن فاروق، اللي هم كان بازوكا وعطوة، ما لهمش أي بديل يا كابتن. مفيش، لا مفيش مشكلة. انا بقول لك يعني للناس بتوع الكوره مفيش بديل، ده صعب جدا. النادي الاهلي بيعاني نتيجه اصابات، بس كان موجود يعني. مين؟ الاهلي بيعاني، كان فايزين يعني. شوف النادي الاهلي بحجمه الكبير ببطولاته الكتيره بيعاني في المركز ده بوجود اصابات كتيره، سعد رامي حجازي مشي، رامي مصاب، فاهم؟ وبالتالي الدعم في المكان ده لازم تبدا الموسم عندك على الخريطه بتاعتك او على البلان اللي انت حاطه لفرقتك، على الاقل يبقى عندك 4-5 في المركز ده، زائد 4-5 في مركز الهاف ديفندر اللي هم بيتعرضوا لانذارات وايقافات كتيره جدا. فاحنا بدانا الموسم بهذا الشكل، باك ليفت كان واحد بس هشام شحاته اتصاب، ما فيش غيره، فكان عندنا مشاكل اداريه كتيره جدا جدا، وبالتالي عامله مشاكل فنيه. الحمد لله يمكن دعمنا احنا الفتره اللي فاتت دي، تعبنا جدا كمجلس اداره وبالتحديد الاستاذ محمد مصلحي، تعبنا جدا في الفتره دي يا كابتن فاروق، وان احنا اقمنا تقريبا شبه اقامه في القاهره عشان نخلص مجموعه اللعيبه اللي احنا خلصناها. والحمد لله كانت يعني انا وجهه نظري المتواضعه يعني ان هم لعيبه مميزه، واعتقد ان هم غيروا شكل التيم شويه. كابتن محمد، يمكن ماكيده بقى، انا عايز اكلمك عن ماكيده، يمكن في هارموني كده او كيمياء ما بينه وبين نادي الاتحاد، يعني اختياركم ليه كان جاي على الاساس ده كابتن محمد؟ بص كابتن فاروق، يعني احنا الموسم كان بادئ بالكابتن هاني رمزي، وبعدين اتغير الكابتن هاني رمزي، جه كافالي، اشتغلت انا معاه كمدير. صحيح. كافالي يعني مدرب كويس، ولكن في عارف في انديه كده زي نادي الاتحاد، او يعني هو ممكن كافالي يبقى مدرب كويس ممكن في اوروبا،
يعني ممكن يكون مدرب كويس في اوروبا، هو الراجل بيشتغل بفكر مختلف شويه عن الفكر بتاع الانديه المصريه مش متعود عليها، وبالتالي كان القرار التغيير بتاعه سريع جدا، ما استنيناش بحيث ان احنا نلحق الموسم ونلحق تعاقداتنا ونلحق ان احنا نعمل حاجه للنادي. فكان الفكر ان احنا نفكر في مدير فني مصري او اجنبي. مدير فني مصري في الوقت اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده ما كانش فيه مدير فني مصري يجي يعمل الفارق مع نادي الاتحاد. وبالتالي فكرنا في اقرب حد يكون عنده درايه كامله بجمهور اسكندريه وعنده درايه كامله بلاعيبه الاتحاد وعنده درايه كامله بنادي الاتحاد ومناخه وكل حاجه عشان يتاقلم بسرعه. فكان الاختيار مع الاستاذ محمد مصلحي ان مكيدة يبقى موجود على راس القائمه. هو راجل وافق على طول، هو بيحب نادي الاتحاد تقريبا مكيدة كده. هو بيحب نادي الاتحاد وهو عنده يعني زي ما حضرتك قلت كده في كيمياء. صحيح. هو بيحب النادي وبيحب الطريقه بتاعت النادي، والنادي يعني تحس ان هو شويه كابتن فاروق يعني لما جه انا فوجئت بيه اول ما قعدت معاه استقبلته. هو عنده درايه كامله بجميع لاعبي الدوري الممتاز. بيتابع. لما بكلمه على لعيب بيبقى هو عارف مين ده ولاعب فين وازاي، يعني انا مش تعبان في حته ان انا بتعاقد مع لعيب، يعني الامور متسهله. انت فاهم ازاي؟ فده مخلي فيه ايه؟ انسجام بيني وبينه في ان احنا متواصلين دائما يعني. كابتن محمد بقى سؤال شخصي ليك بقى، انا انت عارف انا يمكن ما كلمتكش بعد ما توليك مهمه مدير الكوره، ايه التغييره دي؟ ايه يعني انا عارف انت بتحب التدريب جدا، لكن الجزء الاداري ايه اللي خلى كابتن محمد يفكر فيه؟ هل احتياج نادي الاتحاد في التوقيت ده لواحد من ولاده المميزين اللي عندهم شخصيه في جزئيه التدريب وشخصيه كمان ان اللعيبه بتحبه؟ دي حاجة وإن أنا ساعد النادي طبعا دي حاجة مهمة جدا، لأن النادي كان محتاجني في الفترة دي. الأستاذ محمد مصلحي لما عرض عليا، وعلى فكرة في قدوم مكيدة هو عرض عليا إن أنا أنزل الملعب أنا رفضت، ومع قدوم كافالي إن أنا أنزل الملعب أنا رفضت. أنا يعني أنا شايف الكارير ده ممكن أشتغل فيه لفترة معينة، أنا محتاج أخد خبرات في المكان ده برضو، محتاج ان انا يبقى عندي درايه. الحمد لله الواحد درايه فنيه، انا بقالي 17 او 16 سنه 17 سنه في الناحيه الفنيه، فانا محتاج اخد درايه اداريه كمان عشان ابقى لامم بجميع الامور، عشان بعد كده لما تيجي تكلمني يا كابتن فاروق تقول المدير الفني محمود ابراهيم. لا بص يا كابتن، انا عارف كابتن محمد ابراهيم كويس، فانا عارف هو بيحب جزئيه التدريب، ووجودك كمدير فني انا واثق انها هتبقى ناجح في هيقطع علينا بقى في الاداره. هيقطع علينا في الاداره. ازيك يا كابتن حشيش؟ يا حمام ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن حشيش، الله يخليك. ببارك لك على الاربعه بونت الاخرانيين دولت، مع طبعا مع الاسماعيلي ومع النصر، بدايه موفقه للدور الثاني ان شاء الله للدوري، وبالتوفيق ان شاء الله يعني شاء مع الله. مكيدة. وبعدين عايز اقول لك بقى سؤال شخصي، اخبار اسكندريه ايه؟ جميل جميله. مستنيك مستنيك. هجيلك هجيلك، هو عارف هجيلك. مستنيك كابتن محمد. كابتن مرمى معاك يجي ان شاء الله. كابتن محمد بالتوفيق ليك يا كابتن. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق يا حمام. بالتوفيق يا كابتن محمد. يعني في نادي الاتحاد طبعا سيد البلد، نادي شعبي كبير من الانديه الشعبيه المميزه اللي دائما لعيبه الاهلي كمان لما بتروح بتنجح بشكل